ده عادي، راني الوز رشح وبيكح. بالظبط. اعمل ايه؟ هقدر اتعامل بان انا مستحضرات تنظيف الانف كلها، واحنا بنتكلم هنا مش عن البخاخات اللي فيها كورتيزون او عن النقط اللي فيها مواد كيميائيه معينه، لا احنا بنتكلم على محلول ملحي لتنظيف الانف. بس هو ما بيعملش حاجه. لا هو بيعمل، مين اللي قال؟ انت عندك الانترنس، المدخل بتاع اي عدوى، النوز والماوس، النوز والماوس. فعشان انا انظف محلول ملحي يعني معقم، فانت بتمنعي اي عدوى، غير ان دوت بيهدي. يعني حضرتك بتقولي ان انا استخدم محلول الملح ده حتى لو هو يعني لو حسيت انه هيبدا يعيا في الاول خالص. احنا ممكن اصلا كل كام يوم مفيش اي مشكله ان احنا نستخدم محلول ملح كتنظيف، وخصوصا الاطفال برضو لحد سن 5 سنوات، فكره ان هو النيزل كليننج انه ينظف مناخيره دي صعبه جدا، انه يعمل يطلع ده صعب جدا، مش سهل بالنسبه له. حتى لو هو مش عيان ممكن نعملها مره كل بالزبط شهر او حاجه، حتى اللي عندهم حساسيه انف، حتى اللي عندهم حساسيه انف ده افضل ليهم، وافضل بكتير، ده مناسب جدا ليهم. بس دي خناقه يا دكتور.